سيدنا الحبيب نيافة الأنباديفيد، كل سنة ونيافتك طيب. بمناسبة العيد العشرين لرسامة نيافتك إلى منتهى الأعوام، خدمة نيافتك سيدنا بركة كبيرة في كل نورث أمريكا، كلنا بنستفيد ونتعلم منها. سيدنا يتمتع بصفات جميلة جدا، لكن خليني أتكلم بسرعة على ثلاث نقط. النقطة الأولى تمسكه بالطقس الكنسي وبالتقليد الكنسي، سواء قوانين الكنيسة أو التقليد الرسولي أو الألحان والتسبيحة وتقليد كل ما يخص بالقداس، مدقق جدا في الحفاظ على كل ما تسلمته الكنيسة. وبالإضافة إلى كده يهتم جدا جدا بتأسيس كنائس للجيل الثاني والثالث وللمنضمين إلى الكنيسة من غير المصريين، علشان الكنيسة تناسب الكالتشر هنا في أمريكا. طبعا إنه يحفظ البالانس والتوازن ما بين المحافظة على التقليد الرسولي، وأيضا إن الكنيسة تبقى مناسبة إلى اللي كبروا هنا أو المنضمين إلى الكنيسة، ده توازن مش سهل الإنسان يحافظ عليه، لكن سيدنا بحكمته اللي ربنا أعطاها له يستطيع أن هو يحافظ على هذا التوازن الجميل. أيضا سيدنا من ساعة ما ربنا أعطى له خدمة البرشية، وهو أيضا يهتم بالتعمير، لا التعمير المباني فقط ولكن التعمير الروحي والتعمير الرعوي. سيدنا فرحانين جدا بوجود نيافتك وسطنا، بنتعلم منك ونقول نيافتك كل سنة ونيافتك طيب وإلى منتهى الأعوام. صلي يا سيدنا. سلام.